تقرر مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يوما إضافيا لتنتهي المرحلة الأولى في 7 من مساء الخميس المقبل. في غضون ذلك يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال حاسبهم الشخصي على مدار 24 ساعة، مؤكدا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونية.